عندنا سبلي، سبلي ذهبي اي نوع بقى زي ما انت عايزه. وهنعمل ايه؟ هنلزق الاول كل جندوف يجي بالشكل اللي انت عايزاه بقى بالشمع كده، مثلا كده او الاثنين مثلا جنب بعض زي ما انت عايزه بقى. هنلزقي هنا هنا هنا، هنلزقي واحده فوق بالشمع، هنلزقهم من الاول. وبعد كده هرشهم بالسبراي الذهبي ونسيبها تنشف. وده كان شكلها النهائي، بس العلبه دي كانت مفتوحه، دي مقفوله، دي مشبوكه في بعض كده، لكن دي مفتوحه. لزقت القشور الجندوفلي عليها كده بالشكل ده، برضه لزقت واحده من فوق ورشيتها كلها بالسبراي، السبراي الذهبي ده. بس هي دي الفكره، وحطيت لوني بقت بونبونيره حلوه وشيك ولذيذه. محدش يصدق ان انت عملتيها من علبه بلاستيك، محدش يصدق ابدا ان انت عملتيها من العلبه دي. شكلها حلو وشيك، حطيها على السفره، حطيها على ترابيزه الصالون، حطيها في اي مكان بقى انت عايزاه. فكره جميله وما خدتش معانا اي مجهود ولا اي تعب. تيجي بقى الفكره الثانيه، طبق الفاكهه ده برضو نفس الفكره دي، قشور الجندوفلي اهي، وده عقد قديم كان عندي قصيته كده زي منكم. الفكره بقى دي من ايه؟ الطبق ده من ايه؟ معمول من ايه؟ ازازه الميه 6 لتر اللي عندك، 10 لتر زي ما انت عايز بقى، اي ازازه ميه كبيره عندك. بتقصي الجزء اللي فوق بتاعك، بتقصي الجزء ده. ازازه ثانيه هنقص الجزء ده بس، دي اخدنا يعني الازازه دي خدنا الجزء ده كله، والازازه الثانيه خدنا الجزء ده بس. ازاي تزينيهم كده؟ يعني هم ليهم شكل كده، بصي بقى على حسب الشكل اللي عندك، خلي شكلها حلو يعني كده. الطريقه دي شيك معاكي، وبرده شكلها حلو ولذيذ مش وحش. محدش هيصدق ان انت عملتي اساسا طبق الفاكهه ده من ازازه بلاستيك، يعني ما كان حد قدامي اساسا، مش هتعملي بيها اي حاجه. هي الازازه ليها رسمه، فانت بتمشي على الرسمه بتاعتها. الازازه ليها رسمه، انت بتمشي على الرسمه بس بالمقص، بتفرغيها كده يا حبايبي. قصيناها قصيتها من تحت اهي، وشلت منها الايد بتاعتها، ودي برضه شلت منها الايد. سويها بقى حلو وبالولاعه، ونمشي عليها كده، ولعي الولاعه وامشي عليها كده عشان الحروف دي ما تعورش، الحرف ده ما يعورش. عايزه تعملي بقى الحرف برسمه زي ما انا عاملاه كده، رسمه كده اهو براحتك زي ما انت عايزه. انا من تحت اهو عاملاه برضه كده، برضه هنمشي عليها بالولاعه عشان ما تعورناش الحروف دي. ماشي، وهنلزقها بالشمع كده، هنلزقهم كده بالشمع مع بعض، وهنرش هنلزق بقى عليهم زي ما احنا عملنا الجندوفلي، زي ما عملنا في الطبق برضه. ايه، لزقيه برضه بالشمع كده بالرسمه بقى اللي انت عايزاها، بالشكل اللي انت عايزاه. شوري الجندوفلي زوقي بيها زي ما انت عايزه. وبعد ما نلزقها بالشمع هنرشها بالسبراي، هنرشها بالسبراي الذهبي بالرنج الاول، وبعد كده رش اهو. واي حاجه بقى عندك عايزه تزيني بيها زيني، ده كان عقد بتاع بنتي قديم مكسور، تلاقيه ملزقاه بالشمع كده وزيني بيه كده اهو. وشور الجندوفلي اهي برضه مديه شكل حلو ومنظر حلو. واللولي بقى طبق فاكهه وبونبونيره من حاجه بنتي هترميها، يعني ما كنتيش تتوقعي ان انت ممكن تعملي حاجه بالشياكه دي من الازايز البلاستيك اللي ممكن انك تترمى، ازايز الميه اللي احنا بنرميها كلنا يعني. ان شاء الله الفكره، يا رب الفكره تكون عجبتكم. وطبعا الفكره انا
شفتها على قناة اسمها أولادي كل حياتي، بس أنا عدلت فيها. يعني هي ما كانش حاطة قشور الجندوفي دي، كانت رسمة ورد وكده، فأنا يعني أنا عدلت بقى في الفكرة، بس يعني أنا استوحيت الفكرة منها، زي عملت الطبق منها، والمنيرة دي يعني كذا قناة برضه عملتها. يا ربي الفكرة تكون عجبتكم واستفدتوا بيها. لو عجبتك الفكرة بقى شرفوني في قناة فكرة زوزة، ومتنسيش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.